حتى الدنيا من تمطر وقاعدة بالمطر وثوب يعصر ماي، كلها تحملته. أكو ثوب بالآخرة، ما أردها الدنيا هاي. تعاند، واذا تضغط عليها تقوم تعيط وتصيح وتلم الناس علينا. الضربه يعني هو ضاربها تقول انا ضربت عليها تواثي همين على رجلها. اذا نبدا من الطارميه، قصه لسيده كبيره بالعمر، سبعينيه العمر، تداولت قصتها مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض وسائل الاعلام، ولكن تم تداولها دون الرجوع إلى الحقيقة ودون الوصول إلى هذه السيدة وعائلتها. ما حدث أن هذه السيدة وجدت في قفص خارج بيت عند بيت شقيقها، وحصل عليها لغط كبير، تدخلت القوات الأمنية، الشرطة المجتمعية، ولكننا استطعنا في برنامج لوكيشن أن نصل إلى هذه السيدة وعائلتها لنعرف الحقيقة كما هي. يعني هنالك أسباب جعلت بالمرأة أن تكون في هذا المكان، لذلك سنطلع على قصتها. والزميل عمر كريم كان في منطقة الطارمية وتحدث إليها وإلى عائلتها، لذلك راح نشوف هذا اللقاء معها. حجية شلونك؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ والله اخباركم يعني حلوه جيده. انت مرتاحه هنا مو؟ مرتاحه اي والله. جا جابوا لي لك الحمد لله، غدا عشاء ريو الحمد لله. زين. اي عين. ذاك البيت انت كنتي قاعده تقريبا 6 شهور، ما حد يمك. اي. مو صحيح؟ اي. زين شلون كنت تاكلين؟ شلون تشربين؟ هم يجيبوا لي غداء وعشاء. ترى انت مو هناك وحدك؟ ها؟ مو هناك كنت وحدك؟ تكفلون هذول الاخر. يعني قريبنا البطاط طوابنا، ظلت يمهم 4 أشهر، بعدين ما تحملون لاني ما تحملوني. راحت مرة صالحة وتزوجت. ما يفهم من يدرن مثل ذيك البنية تفتهم، ولا شي صغار بعدهن مع كبار عليهن عتب. صح ان بنات وهذا، لكن مو مثل ذيك. اي ذيك تصبر علي، لان شنو ما يقدرون يصبرن. اني اريد افتهم انه انت شلون كنت عايشه بهذا القفص الصغير؟ انا عايشه. يعني ما كنت تخافين؟ ما كنت تجوعين؟ ما كنت يعني تعطشين؟ والله انا ما اشرب عليكم، اخاف وجوع واعطش. حتى الدنيا من تمطر وقاعدة بالمطر وثوب يحصر ماي، كلها تحملته. أكو ثوب بالآخرة، ما أردها الدنيا هاي. الدنيا معبر السبيل. إي والله فكر الآخرة، أنا ما فكر الدنيا هاي، ورد الآخرة. أنا حتى أخويا ما أرد حد يحاسبه ولا حد يرد العذبه. ومحال أقول له بالدنيا خلي تمتعت ونص بالآخرة، إلى الله اللي يحاسبه، مو أنا يحاسبه. يعني أنت ظانا كله بضميرك وبشرفك القادة عليك. يعني قصقوصة تخبز، قصقوصة نبينا محمد عاش على قصقوصة، قبل ما توفى 3 أيام من دون أكل. إحنا عندنا خير كثير، فلوسنا كثيرة، يشتغل أجهزة، يشتغل كل شيء تريده، عنده فلوس كثيرة، حزاه يشتغل ما أدري شلون شغلاته هو عنده، وهو ضابط. والله خجلني من أبو الضابط، يصدق أستحمل، هي صحيح أستحمل. الله يعطيك الصحة والعافية. إيه يعني بخيل. يا يعني نبا قلت له طلبتنا رغيف، هو جر بالرغيف وانا جر، وانا جر بالرغيف، كان جر القوة. يا قوتك يا رب بقلبي، قلت كان جر حيل منه. يعني الرغيف ما يرضى ينطيني، طلبته منه وجايبه لي. هذه السيدة، حتى ننقل للمشاهد الحقيقة كما هي بدون تزييف المواقع والصفحات والبيجات اللي تناقلت موضوع انه هذا الاخ معنف اخته، من باب يعني رد وحق الرد. أيضا الزميل عمر كريم ومن منطقة الطارمية تحدث مع أخو هذه السيدة حتى ينقل وجهة نظره، اللي هي كانت يعني قاعدة في قفص، مثل ما نسميه قفص أو تشينكو، في قرب الباب الدار. فخلونا نشوف الأخ شنو كان تبريره. صدفة الأخ موجود، إحنا راح نتناقش بموضوعية في هذا الموضوع. إن كان الخطأ مواقع التواصل الاجتماعي فراح يبين، وإن كان الخطأ من عندك فراح يبين. نعم. صح لو لا؟ صحيح. أنا أريد أنطيك الجو إلك وتسولف وبعدين أسألك. أي نعم.
أنا أولاً أعتذر لكل من شاف هاي الصورة وعلق عليها، وأني بالنسبة لي أنطي الحق، لأني لو أني نفسي أشوف هاي الصورة احتمال ممكن أنه أني أعلق، احتمال ممكن، لأنه أني ما أتسرع، من طبيعتي أنه أتحرى قبل أن أتسرع. فهاي هي شنو السبب أنه مكانها وصخ، لأن إحنا نريد نجي ننظفها ما تقبل، تعاند، وإذا تضغط عليها تقوم تعيط وتصيح وتلم الناس علينا. زين أنا من جهة إذا صيحت العالم يقول هذا قتل بخته، وإذا سكتت هاي النتيجة مال الوصخ. فأنا صرت بين مجلاقين، وأني مضر من قبل الناس، ناس تجي علي تشتغل بالبستان تشوف رضيعتي يقولون هذا ليش، أقول له والله يابا ما تقبل، أنا شو أسوي لها، أقتلها أخا ما أقتلها، هي قابلة بهذا راضي على هذا الشيء، وما أقدر أضغط عليها، أختي أكبر من عندي وأحبها وتحبني وعندي أي مشكلة وياها، أكلها شربها كلها اليمها.